مشاهدي متشبعي، غنشوف تي في. مرحبا بكم في هذا المباشر الصباحي، وجمعة مباركة لجميع المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات. بغينا ناخذكم في هذه الجولة الصباحية بجنبات المحطة الطرقية ولاد زيان، شوفوا معنا ماذا يقع في هذه البقعة من مدينة الدار البيضاء. قوم حقيقةً، أي حاجة عندنا غادي نقولوها قلناها، غادي نكتفيو بأننا ننقل لكم الصورة ونخليو لكم التعليق. واحد المشاهد الكريم كيقول واش ما كاينش عمال النظافه، ولو تجيب عمال النظافه، نقولوا كاع نجيبوا عمال النظافه، شنو غادي يدير هاد عمال النظافه امام هاد الفاجعه، امام هاد الكارثه اللي وقع هنا في المحطه الطرقيه ولاد زيان؟ شنو غادي يديروا هاد عمال النظافه نظارك؟ شوف الزبالة لليمين، شوف شوف الزبالة، شوف شوفوا المناظر المؤلمة، شوف شوف قنطرة تخسرت عليها ملايين ديال الدراهم باش تصيبات، ما صالحة حتى حاجة، غير ضاعوا فيها الفلوس وبس، وتحولات إلى مرحاض ديال مرحاض، وكان هي كانت مرحاض عمومي عنده شروط. كلشي الحاجة اللي ما تبغيش تشوفها غادي تشوفها هنا، شوفوا أطفال صغار كيلعبوا، بزاف هادشي والله إلا بزاف، وكأن وكأن هاد البلاصة هادي ما كيجي لها مسؤول، ما كيعرفها منتخب، ما
بزاف يعني بزاف والله تعجز على انني نعبر، ما عرفتش شنو غادي نقول منين نبدا منين نسالي، الله اعلم. انما اللي نقدر نقول لا حول ولا قوه الا بالله في هاد المسؤولين في هاد المنتخبين ديال هاد المنطقه هادي، سواء المحليين او المركزيين، كاع اللي مسؤول وكاع اللي منتخب وكاع اللي جا واعد الناس بانه غادي يدير لهم محطه ديال الطريق ومحطه طرقيه وفي المستوى وغادي نديروا مراحيض وغادي نديروا كاع اللي قال هاد الهضره، زعما الله ياخذ فيه الحق. شوف شوف المحطه كيدير، بزاف اما واحد السيده العمده زعما وجه لها النداء، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، شنو كتساين باش تفاعل، شنو كتساين باش تدخل على خط هذه الكارثه اللي وقع في هذه المحطه الطرقيه ولا زيان، الله اعلم. العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية مدينة الدار البيضاء هي هادي، كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ألفين وثلاثة وعشرين مدينة الدار البيضاء، غدا غدا غادي يوصل واحد الوقت غادي نموتو حنا ولادنا غيشوفو بحال هاد المباشر غادي يضحكو علينا يقولنا فين كنتو، اش من تقدم اش من. في 2023 كان باقي عندكم الميكات والخيم والزبل، شوف 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 ماشي في اي مدينة، في مدينة الدار البيضاء يا الله يصوب. كيف وعدناكم مشاهدينا الكرام من الصورة ومنكم التعليق، شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.